صباح الخير. صباح النور. سوري أدري تأخرت عليكم وايد، بس تعرفون طريق الجامعة دائما زحمة، الشارع كله واقف. تعودنا على الزحمة، يلا من خيرة. ما شاء الله. شوفوا عاد أول مرة بحياتي أسوي كيك، لازم تذوقون تعطوني رأيكم، أوكي؟ أوه. يلا جرب. تسلم إيدك حبيبتي. سمي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا منها منها. أقول لك أعطيها؟ أعطيها. تفضل أستاذة. جيتي؟ إي هذه عاد أنا أول مرة بحياتي أسوي كيك. تفضلي. ها؟ إيش رأيك؟ زفرة؟ هذه كنا مو مستوية صح؟ إي بس البنات إيش حبيتوا الكيكة؟ إي وايد حلوة. ما أدري بذمتكم الحين هذه مستوية؟ ما عليه هم يحبون بس يجاملونك. الله يزيد النعمة، الله يزيد النعمة، الله يزيد النعمة. تسلم إيدك ابتسم. وايد حلوة، تسلم إيدك. أكيد. حلوة. تذوقينها مع عبد الله؟ حبتي شبهان نعم الله عليك. ما يخالف عشان خاطر. إن شاء الله. مصيبة. اللي مثلك ما يطبخ ولا يسوي شيء. ألف ريال يا ابتسامي تمناك. شعار وجسم. صيبة صيبتش. نعم. أستاذة ما يخالف اليوم بطلع مبكر عشان بيب أختي بروح أخذها. ما بيسمع قصة حياتك روحي. أوكي مشكورة. أستاذ سبق أنا جيتك بشكوى على الموظفة ابتسام، صراحة وايد مستهترة ومهملة، يعني ما أدري أتي متأخر وتمشي مبكر، ما أدري هذا صار لعب مو دوام. صحيح والله كلامش صحيح، هذه غايبة 29 يوم، هذا غير التأخير. طيب هذا معناها أن باقي لها يوم واحد وتصبح بحكم المستقلة ونفتك منها. لازم نطرش لها إنذار ولا شيء. صدقني أستاذ ما ينفع معاها لا إنذار ولا غيره. باكر إذا جت أطرش له انذر، وإذا غابت مرة ثانية جنت على نفسها. كيفك اللي تامر فيه أستاذ، من رخصتك. والله ماني عارفة شو أسوي، إذا الحضانة تأخذ ربع الراتب وأنا يدوب يكفيني لآخر الشهر وعلي قروض، من وين أجيب لهم؟ دوري غيرها حبيبتي لا تيأسين. مشكلة الحضانات العادية ما يقبلون فيه، لازم رعاية خاصة ومو مثل غيره. لا تقولين لهم. شو ما أقول لهم؟ أم عبد الله ترى من يشوفون وياه يعرفون. شوف بعدين معك، كل ما أطلع من المكتب كل ما أدش ألقى تليفونك بيدينك، ركزي بشغلك. أستاذة آسفة بس أنا قاعد أدور حضانة لأن ولدي وضعه كلش مختلف، مو لاقيت له حضانة. وإحنا شكو بهالسالفة ترى ذبحتينا، شوفين الصرفة، هدي التليفون وركزي بشغلك أحسن تاخذون معاشات. شنو هذا؟ ولدي 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 بحكي لنا في عاد. حسبي الله عليك من مرة ما يطلع من حالك الا السم. حبيبتي روان لا تتكدرين، هذه واحدة اصلا ما تخاف ربعها. شوفي انا اعرف حضانة، اعرف مديرتها وبكلمها عشان تسوي لك خصم بالسعر بعد. لا تكدرين عمرك. كان زين والله تسوي فيني خير. ان شاء الله. جزاك الله خير، ما قصرتي حبيبتي. حلت المشكلة يما خلاص؟ الحمد لله الله كريم. الحمد لله. ايش فيك انت الحين ظهرك عورج؟ تخيلي من بعد الحادث ما قدرت اتهنى يومين على بعض، رجع لي الالم مره ثانيه. زين مو الدكتور قال تسوي علاج طبيعي، ليش ما قاعد تروحي له؟ قاعد اروح مره بالاسبوع بس هم بعد ماكو فايده. يا ربي. زين يلا دام تعبانه خلينا نرجع البيت. خلاص برد البيت بعد وين بروح؟ موسيقى
كلام بس. ليه متى نسيه؟ خليه يولي. شوفي شلون عايش حياته وانت قاعد تقطعين من داخل. ايش فيك؟ خلاص نسيته؟ زين يلا امشي. يلا شريف الله يهداك. قاعد تقولي غصون بنفسها قالت لي بتسجلها مرضيه. والله غصون هذه احد يثق فيها؟ يا ربي هذه مصيبه، مصيبه يا ام عبد الله. ترى انا مسؤوله عن كل شيء بالبيت، كل صغيره وكبيره. يعني اختي بالجامعه انا مسؤوله عنها، ابوي طالع تقاعد، يعني ايش راح اسوي؟ انت تعالي باكر وتكلمي مع غصونه، يمكن تسوي شيء بحياته زين وتكلم المدير؟ ان شاء الله. ان شاء الله خير. مع السلامة. يلا حبيبتي. مع السلامة. الله يوفقك ان شاء الله. ابتسام عسما شهر. ابتسام ايش فيك؟ ابتسام ممكن اعرف ايش صاير؟ او ايش قاعد يصير؟ اللي قاعد يصير انه في وحده مهمله مستهتره وخذت يزاها. هي بس انت قلتي لي قاعد اسجلها مرضيه. لا انا ما قلت. اروح حق المدير لاني انا متاكده ان الشيء هذا انت اللي دبرتيه. شناطره روحي. روحي وانا جايه وراك حق المدير. روحي. لو سمحت يا استاذ انا بيعرف شلون تفصلوني الحين. انا شلون بعيش انا واهلي؟ شلون بصرف على ابوي وعلى اختي؟ ايش بسوي؟ شنو هالوقاحه؟ انت ما فكرتي قبل ما تغيبين 30 يوم؟ لا بس غصون قالت لي انها بتسجل لي مرضيه. والمرضيات يسجلها الطبيب ولا غصون؟ بس على الاقل خبروني، قولوا لي، مو كذي تفصلوني على طول، دزوا لي انذار اي شيء. ولا انذار اللي شقيتي؟ اي انذار؟ ما وصلني شيء. ارجوك لا تكثرين حكي اذا سمحتي. حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.